وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه، لا بد ان يعلم الناس ان مساله الحاكميه وطاعه ولاه الامور هذه المساله من اصول الدين ويجب على اي انسان مسلم ان يتعلم فقه هذه المساله لانه اليوم يا اخوانا قد تجد كثير من المسلمين يعرف الشيء الكثير في مسائل العقيده والتوحيد ويعرف ان غير الله عز وجل لا يستحق العباده وان العباده لا تصرف الا لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له ويعرف ضلال الطرق الصوفيه وانها نشرت الشركيات في المجتمع وكذلك يعرف البدع ويعرف ان المولد الاحتفال بالمولد من البدع الامور دي كلها بتلقى اخواننا كثير من المسلمين بيعرفوها وما عندهم اشكال في هذه المسائل الا ان الاشكال يقع في مساله ولاه الامور والحاكميه والاشكال ده عنده سبب او اسباب أول سبب وهذا من أهم هذه الأسباب الجهل بأحكام هذه المسألة في الشريعة الإسلامية كثير من الناس جهل في هذه المسألة وإن كان عندهم يعني الشيء الكثير في مسائل التوحيد والعقيدة لكنهم جهل في هذه المسألة بالذات وهذه هذه المسألة من أصول الدين من أصول الإسلام الأمر الثاني كثرت أئمة الضلال الذين يروجون الخروج على الحكام والكلام على الحكام في المنابر وإثارة الشعوب على المنابر الليله بتلقى الأئمه الشغالين الشغله دي في المساجد ما شويه يا اخوانا وعندنا نحن هنا الشعب السوداني بيطبعوا بيطبعوا انت كإمام بتاع منبر شوف لو داير الناس ينبسطوا منك جد ويقولوا مولانا ده زيه ما في اطلع فوق في المنبر ده ويتكلم في الحكومه مش كده يا اخوانا؟ ده الطابع الغالب عندنا في السودان، مما طلعت فوق، شوف لو طلعت قلت لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، قد تلقاهم يقول لك يا اخي مولانا ده ما عنده موضوع، ولو اتكلمت في الشرك والقباب والاضرحه والبدع برضه ما بيشتغلوا بك كثير، لكن اطلع على المنبر وتكلم في الحكومه تلقى نص الجامع او اغلبيه الجامع مبسوطين منك يقول لك يا سلام مولانا ده والله ده ارجل راجل مش كده؟ يقول لك ده ارجل راجل ليه؟ لانه الشعب بطبعه تربى تربيه بعيده عن دين الاسلام الا من رحم الله. وبطبعه الشعب ده عنده اشكاليه اصلا في مساله الحاكميه بطبع الشعب السوداني لانه عندنا هنا ظروف قاسيه وكده فالناس بتلصق اي حاجه على الحاكم مش كده كان الكهرباء قطعة سايت تلقاهم يسبوا للحكومه والله طبعا كده نحن في السودان لانه المعيشه بيط... بيطبع البلد هنا المعيشه صعبه اسألهم لو مشيت برا دبي ولا كده ما بتلقى زول بيتكلم في الحكومه السوداني اللي هناك ذاته تلقى قافل خشمه وقاعد ليه؟ لانه هو اموره واضحه زي ما بيقولوا الشباب واموره متيسره وماكل وشارب مما يجي هنا وزحمه في المواصلات واقف شماعه طوالي يسب الحكومه سب الحكومه طوالي اولا يا اخواننا لابد ان تعلموا ان طاعه ولاة الامور ولما نقول ولاة الامور نعني بهم ولاة امر المسلمين من الحاكم فوق عندنا في البلد من رئيس الجمهوريه ونوابه المعاو والولاة الشغالين معو، والوزراء والمعتمدين كلهم ذيل اسمهم ولاة الأمور طاعة واجبة من الواجبات طاعة واجبة ونحن والله ما عندنا مصلحة في الموضوع ده عشان واحد يقول لك مولانا ده أظنه قبضوا حاجة وقالوا له أمش قول كده والذي لا إله إلا هو لا دون من لي معمر لا في زول قال لنا أمش قوله لكن أنا في النهاية بديك أدلة من القرآن والسنة ربنا قال في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا وده خطاب خاص لأن النداء هنا موجه للمؤمنين ما موجه لكل الناس يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية دي واضحة ولا ما واضحة محكمة آية محكمة ولا دائرة لها شرح كثير أي زول بيفهمها أطيعوا الله أطيعوا الله عز وجل واطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأولي الأمر منكم الأمراء والحكام وكذلك العلماء في بعض التفاسير دل واجب عليك تطيع الطاعة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف في صحيح مسلم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الطاعة في المعروف يعني ولي الامر ما لم يامر بمنكر الا يامر بمنكر اذا امرك بمنكر لا يطاع في هذا المنكر وفي نفس الوقت لا بتنزع ما بتنزع اليد من الطاعه افهم المسائل دي يعني لو امرك ولي الامر او الناس المعاو بمنكر قال لك اشرب خمره مثلا قال لك ازني مثلا اي منكر قال لك سيفتم باك اشرب سجاير هنا في الحاله دي ما بيجوز لك تطيعه ولو انت اطعته في هنا في الحاله دي ممكن تصل لمرحله بتاعت شرك عديل ممكن تكون مجرم لانك اطعت لك بشر في معصيه الخالق تبارك وتعالى تقول له معلش والله الشيء ده حرام والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا نطيعك في المعروف اما الحرام ما بنطيعك لكن هل بأمره لك بالمعصية دي هل بتنزع اليد من طاعته وتقول الزول ده تاني ما عنده علي طاعة لا إنما تزال الطاعة قائمة عليك لكن لا تطيع في هذه المعصية المعينة وما بتنزع اليد من الطاعة زي ما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم قال من اطاع الامير فقد اطاعني ومن عصى الامير فقد عصاني لو عصيت الحاكم ما لم يامر بمعصيه تاكد تماما انك عصيت النبي عليه الصلاه والسلام ولو عصيت الرسول عليه الصلاه والسلام ربنا قال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا يعني يوم القيامه النبي عليه الصلاه والسلام قال في صحيح مسلم كتاب الاماره قال انه سيكون عليكم امراء قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس قالوا يا رسول الله وما نفعل ان ادركنا هؤلاء قال عليكم بالسمع والطاعه وان ضرب ظهرك وان اخذ مالك وفي روايه وان ضرب ظهرك واخذ مالك يعني الحاكم لو ضرب ظهرك عديل دي من النبي صلى الله عليه وسلم واخذ مالك فما بيجوز لك تخرج ولا بيجوز لك تنزع اليد من الطاعه في ناس بتعين بلبله يقول لك هاي الكلام ده صح لكن ده يا مولانا لولي الامر الشرعي يقول لك حقنا ده ما ولي امر شرعي ليه ما شرعي ما له ما شرعي ولك هذا لم يؤمر اماره شرعيه انما جاء بالغلبه يقول لك جابه بانقلاب جابه بانقلاب اذا معناته ما لامر شرعي، لا لا ولأمر شرعي ان جاب قلع ذاته برضو ولأمر لامر شرعي، الدليل احنا بهمنا الدليل الدليل قال العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث العرباض بن ساريه قال عليكم بالسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد حبشي انت عارف الرواية دي؟ فيها ثلاثة شروط من شروط ولي الامر ما متوفره. ثلاثة شروط. قال تامر ما معنى تامر؟ اي امر نفسه ما في ذول امروا، امر روحه وبلا تامر يبقى فقط شرط شنو؟ شرط الولايه، لانه الحاكم من شروط انه يبقى حاكم شرعي انه الناس يولوه يبايعوه اهل الحل والعقد. فقد الشرط الاول مش كذا؟ قال عبد لانه من شروط الحاكم انه يكون شنو؟ يكون حر يبقى كده فقط كم شرط؟ شرطين قال حبشي لانه من شروط الحاكم انه يكون من قريش النبي صلى الله عليه وسلم قال الائمه من قريش وهذه المساله لا خلاف فيها بين العلماء باجماع العلماء الائمه من قريش ده فقط كم شرط من شروط الولايه ثلاثه شروط بعد ده كله النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعه افهم المعلومات دي عليكم بالسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد حبشي وابن عمر قال واقاتل خلف من غلب واقاتل خلف من غلب ونقل ابن حجر عليه رحمة الله اجماع العلماء على ان الذي تغلب وجاء بالقوة واستتب له الامر صار اميرا للمؤمنين شرعيا ولا يجوز لاحد ان ينزع اليد من الطاعه. اجماع العلماء على هذه المساله. لكن ديل بتعين بلبله دارين يعملوا لك جوطه دارين يطلعوا لك ما شرعي ليه؟ في النهاية يقول لك نخرج عليه ونجيب واحد شرعي، منو يعني؟ وانت خروجك ما شرعي، دارت اجيب شرعي كيف؟ ها؟ أه؟ شو تاني جابوا شبهات، قال الخروج بجوز لأنه عبد الله بن الزبير خرج على الحجاج. نقول له خروج عبد الله بن الزبير على الحجاج على الحجاج العلماء قالوا ما صحيح. خروجه ما صحيح، ليه؟ لأنه مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خالف فعل الصحابي أو قول الصحابي فعل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أيهما يقدم؟ تقدم يا الصحابي ولا الرسول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك لما مر ابن عمر رضي الله عنه بابن الزبير رضي الله تعالى عنه وقد صلبه الحجاج الحجاج صلبوا كتر وصلبوا فوق لما مر به ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال والله لقد كنت انهاك عن هذا والله لقد كنت انهاك عن هذا يعني كان بينهاه عن شنو؟ عن الخروج اذا خروج ابن الزبير وان كان مغفور له ذنبه لانه صحابي ومن اهل الجنه رضي الله تعالى عنه لكن خروجه ما صحيح كذلك خروج ابن الاشعث برضو ما صحيح كل اي خروج يا ذول لو خرج اي ذول ثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ما تخرج والرسول عليه الصلاه والسلام وضع ضوابط للخروج ونزع اليد من الطاعه في حديثين في صحيح مسلم الحديث الاول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ده حديث عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جور الولاد وظلم الولاد قال الصحابه الا ننابذهم بالسيف يا رسول الله قال الا ان تروا كفرا بواح يكفر كفر بواح ظاهر عندكم فيه من الله برهان ظاهر دليل واضح من القران والسنه إنه زول كفر كفر صريح واضح بعد ذاك بيجوز لك تنزع اليد من الطاعة في حاجة ثانية قال ما أقاموا فيكم الصلاة ما أقاموا فيكم لما قال الصحابة ألا ننابذهم بالسيف قال لا النبي صلى الله عليه وسلم ما أقاموا فيكم الصلاة إذا منع الحاكم الصلاة حصل يوم منعك حقنا ده حاكمنا حصل يوم منع زول يا إخواننا من الصلاة حصل يوم وقف ناس البوليس قدام الجامع وقال ما في يخش يصلي والله نحن ما لاقانا للان لا ما لاقانا مساجد مفتوحه والحمد لله الاف المساجد ما بيمنعوك انك تصلي اذا منع الصلاه دي الحاله الثانيه اللي لك انك تنزع اليد من شنو؟ من طاعته ما بتطيعه ويجوز لك تخرج لكن الخروج ده عنده ثاني شرط انك تكون عندك المقدره لكن متى؟ اذا كفر الحاكم إذا كفر أو منع الصلاة تكون عندك القدرة البدنية والقدرة الـ الـ المادية إنك تنزع وتجيب واحد غيره لو كفر عديل وما عندك قدرة ما بيجوز لك تخرج لأنه ربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم وربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني أنت شايل لك فرار وده شايل له عكاز وده شايل له سكين دار تمرق على حاكم عنده مدرعات وعنده دبابات وعنده رشاشات عنده آلاف الرجال آلاف الرجال دار تطلع عشان تشيله أنت بعكازك وبسكينك البشيل الثاني منه أنت بيشيله ولا بيشيلك هو بيشيلك هو دمتين ده لو كفر عديل ما بيجوز لك الخروج إلا بعد توفر القدرة في ناس ثاني مجرمين جابوا شبهة برضه قالوا زول كفر في ناس مكفرين الحاكم بتاعنا الرئيس الجمهورية حقنا يا اخي بيصلي ولا ما بيصلي؟ بيصلي بيصلي العيد وبيصلي الجمعه وبيصلي صلاة الخمسه بعد ده كله قالوا كافر يعني عشان يبقى مسلم يسوي شنو ثاني يعني؟ يعني عشان يبقى مسلم الا يركبك يعني براده ويسكنك كافوري حتى تقول اوه هذا الحاكم مسلم من كبار المسلمين الا يسوي لك كده يعني؟ والله يا اخوانا الناس الناس بتعين هوا ناس بتعين هواء عرفته؟ يعني واحد مما تكتم معه وما يلقى حق الطعميه بس يقوم يكفر لك الحاكم يكفر الحاكم قال الحاكم بيتعاون مع الكفار مع امريكا واسرائيل انا بديك شبهات بيجيبوها ائمه بتاع منابر فوق قالوا بيتعاون مع امريكا وبيتعاون مع اسرائيل وبيتعاون مع الشيعه قالوا معاونته مع الكفار ده فيه دليل على انه كافر لانه ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء وقد كفروا بما جاءكم من الحق وربنا قال في سوره آه ال في سوره المائده ومن يتولهم منكم فانه منهم اذا معناتها الحاكم ماله؟ كفر ده بيقولوا ائمه المساجد مساجد ومعاهم شباب كميه شباب ضايع تلقى واحد عنده شعر بيورا كده وعيونه حمراء تشوفه كده ذاته وت... يرهبك عرفت؟ ده ده تعرفوا دول مجرم مما يكفر لك الحكومه يا زول ده كفر الحاكم ممكن يكفرك انت ذاتك لانه عندهم قاعده من لم يكفر الكافر فهو كافر يلم فيك يقول لك اسمع الحكومه كافره ولا مسلمه؟ تقول مسلمه انت عنده انت ذاتك كافر حلال الدم بعد ممكن يقتلك في اي لحظه عشان كده خرجوا ناس اسامه بن لادن وناس ما تعرف سجم وداعش ديل مرقوا كيف انت بشبهات زي دي هذه شبهه ردوا اكلاتي ما اي معاونه للمشركين بتخلي زول يكفر يا اخوان الا ذات عندها سبب نزول سوره الممتحنه او الممتحنه عندها سبب نزول في البخاري وفي مسلم عليهما رحمه الله حاطب ابن ابي بلدة، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه عاون المشركين وكشف لهم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع اقرا حاطب رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم بيجهز في الجيش وماشي يفتح مكه في فتح مكه دعا الله عز وجل ان لا يطلع المشركين على هذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم عمل الموضوع ده موضوع سري ما داير المشركين يعرفوا الحاصل حاطب صحابي جليل عنده اولاده وقرايبه في مكه خاف عليهم قام كتب جواب للمشركين انه النبي صلى الله عليه وسلم جاي يفتح مكه هو داير بالجواب ده دا شنو؟ داير عشان يحمي اولاده هناك في مكه، فهمتوا يا اخواننا؟ رسل جواب معمره ربنا اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطه جبريل ان خطابا مع امراه في المنطقه الفلانيه الفلانيه رسلها حاطب للمشركين. النبي صلى الله عليه وسلم رسل علي بن ابي طالب ومعاه المغداد رضي الله تعالى عنهم ومشى لقوا المرأة في الشارع مسافرة في الخلا قالوا لا طلعي الجواب قالت ما معي يا خطاب أها الرسول قال عندك تقولي ما عندك كيف قالوا والله ما نكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صادق قال في جواب عندك لا الخطاب أو لننزعن الثياب شو الشغل ده كيف يا طلع جواب ولا بنقلع لك هدومك بنعرف نطلع الجواب نحن برانا لما المرأة لقت الشغلة جد جد وفيها قلع ودوم طوالي طلعت شنو؟ طلعت الخطاب ودته لعلي بن ابي طالب. فرجع علي بالخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ ايش يا حاطب؟ تكشف سر النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين؟ ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله والله ما فعلت هذا رده عن ديني ولا كفرا بالله ورسوله. إنما لي عندهم قرابة يا رسول الله فأردت أن يكون لي عندهم يد أحمي به قرابتي في مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم حاطب عمر بن الخطاب قام جرى السيف قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق لي لحاطب رضي الله عنه قال دعه يا عمر لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم شاهدنا وين؟ الشاهد وين؟ شاهدنا انه حاطب ما كفر بالرغم من انه عاون المشركين وكشف سر منه سر النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال الموالاة التي يكون بها المرء كافرا ان يحب دينهم حاطب لما رسل الجواب هل رسل الجواب حبا في دين المشركين؟ لا اذا لو الحكومه تعاونت مع الكفار ما محبة في دين الكفار لكن عندهم معاهم مصالح دنيوية جايين يبنوا لك كبري بتاع توتي كبري بتاع نمر، عرفت عندهم معاهم أمور سياسية يتعاونوا مع أمريكا يتعاونوا مع الصين يتعاونوا مع غيرهم لأمور يراها الحاكم فيها مصلحة لكن أنت هنا في البلد دي دي من كفر بها الحكومة ما نكفرها يا الله يهديكم ما لكم كيف تحكمون أنت مشيت قعدت معه أمشي قالوا. قل لا هذا الرئيس انت بتعاون الامريكان وكذا، انت بتحب دينهم؟ ولا قاعد تعاونهم في امور قعدت معاهم ما قعدت معاه تكفر وساي كذا طوالي ومعروف يا اخوانا انه الشغله هذه معروفه، اي دول بيعرفوا الكلام ده. لانه اصلا لا يمكن يعاونهم وهو مسلم محبه في دينهم، لو فعل ذلك لصار كافرا. لكن بعد التثبت بعد ما تمشي تثبت، النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم على حاطب طوالي الا ساله قال له ما هذا دشنو يا حاطب؟ ما حكم عليه طوالي عشان كده يا اخواننا امور الشريعه ما بتؤخذ بالجهل والهوى. واحد بس يمسك لنا الصين ايه من هنا وايه من هنا يكفر بها الحكومه طوالي. ثاني قالوا ومن لم يحكم بما انزل الله قالوا فاولئك هم الكافرون وهذه الحكومه لا تحكم الشريعه اذا هذه الحكومه كفرت بالله اذا يجب الخروج عليها. انت عارف هذول تلقاه ذاته ما محكم الشريعه. لو مشينا بقاعدته يكون كافر هو اول واحد. والله مرة واحد طالب في الجامعة جاب لنا الآية دي قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون عايننا له كده أول شيء كارد دقنه نمرة واحد ده حكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ بغير ما أنزل الله نمرة اثنين بنطلونه طويل ده حكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ بغير ما أنزل الله قلنا لا لو مشينا بفهمك أنت تكون أنت كافر قبال الحكومة ولا ما كده يا أخوانا؟ لكن الشغلة ما كده مش خلاص يا يعني ما حكموا الشريعة تكفر طوالي لا قد يكون في موانع منعت من تحكيم الشريعة في موانع تمنع التكفير لابد من التفصيل تم اشتغل معه ليه ما حكمت الشريعة يمكن عنده مشكلة يمكن في ناس عاصرينه ما يحكم الشريعة يمكن عنده نظر في الموضوع ده لابد تمشي تستفصل إذا بيكره الشريعة وإذا شايف إنه تطبيق الشريعة ما بينفع الزمن ده كده بيكفر، لكن شايف إنه شريعة كويسة وتطبيقها حاجة كويسة، لكن والله ما لاقي فرقة، الأيام دي بس ما لاقي فرقة، شوية يا إخواننا وبنطبق لكم الشريعة، كده بيكفر؟ ما بيكفر يعني كتيرة يا أخي. وشبهات كثيرة يا إخواننا، لكن في نهاية المطاف تعلموا إنه طاعة ولاة الأمور واجب، الخروج ما بيجوز، اعتصامات ما بتجوز، ركوب راس بتاع سودارين ده ما بيجوز، ما بيجوز. عليكم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. معليش صاحب السؤال لانه اللزان نزل حلقه جايه